أهلا بكم في ترند. تصدر اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تويتر اليوم بعد أن صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن سموه قد أجرى عملية جراحية تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح. رواد تويتر من داخل الكويت وخارجها تفاعلوا مع هذا الخبر وغردوا بالتهليل إلى البارئ عز وجل أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه. أستطيع القول إنني لن أو لم أجعل الظروف التي قهرت العالم تقهرني وتجعل يوم زفافي يمر وكأنه يوم عادي. هذا ما قالته الشابة هبة النحال عن حفل زفافها الاستثنائي الذي أقيم في البحرين بشكل مصغر بينما حضر المدعوين من الأهل والأصدقاء من داخل المملكة وخارجها الحفل عبر برنامج زوم. يخلو حفل الزفاف من التوزيعات التي كانت عبارة عن كمامات طبية، هذا بالإضافة إلى تزيين السيارة بكمامة طبية ضخمة. ومن برنامج ترند نقول لك مبروك الزواج يا هبة ونتمنى لك حياة سعيدة. بمناسبة اليوم العالمي للإيموجي، نشرت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمي في إنستغرام فيديو يتضمن 6 نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا باستخدام الإيموجي. نتابع. بريدجر ووكر الطفل الأمريكي الذي لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبطل وذلك بعد أن تمكن من حماية شقيقته من هجوم أحد الكلاب من فصيلة جيرمان شيبرد ولكن الكلب تمكن من عضه في وجنته خضع بسببها لعملية جراحية طارئة أجرها جراح تجميلي مع 90 غرزة. قصة الطفل البطل انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية وأشاد أبطال خارقون أمريكيون من أمثال كابتن أمريكا وآيرون مان وثور وسبايدر مان بشجاعة بريدجر. انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير لسنجاب يتوسل أحد المارة للحصول على المياه. عادة ما تهرب السناجب من البشر ولكن هذا السنجاب ظل واقفا على ساقيه الخلفيتين مؤديا إشارة التوسل ونراه يشبك مخالبه الأمامية كلما تحرك الشخص بزجاجة المياه بعيدا.
مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند، في أمان الله.